السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الخاصية الثالثة من خواص السيستم هي inverse system يعني مقلوب السيستم، مقلوب النظام. inverse of a system T is a second system T of I when cascaded with T else identity system. بمعنى أنا عندي سيستم معين، فنفرض أنه هو T. أوكي، إذا كان هناك إمكانية لسيستم آخر T of I نسميه، بحيث يجعل الإخراج يساوي الإدخال، بحيث يجعل الإخراج يساوي الإدخال، هذا السيستم يعتبر إنفرس لهذا السيستم. كأنه identity، صار identity system. ليش؟ لأن هذا identity system خلى الإخراج نفسه يساوي الإدخال، رجع الإخراج أنه يساوي الإدخال. So the system TI is the inverse of a system T. والسيستم كامل cascaded يعني هو بالتوالي، هذا كله يعتبر identity system لأنه الإخراج أصبح يساوي الإدخال. إذا identity system is defined by equation Y of N equal to X of N. Consider the two system in figure below. So the systems TI, إذا كان بالإمكان Y of N يساوي X of N، إذا معناها system TI هو الإنفرس من هذا السيستم اللي نرجعه. يعني كأنه أنت ضربت في 6 رجعت قسمت على 6، كأنه أنت ضربت في 1 على X رجعت ضربت في X. إذا هذا يعتبر الإنفرس سيستم، إذن السيستم أو مقلوب النظام.